تبارك الله الاخوان اللهم بارك شي حاجه راس سوق الاخوان تبارك الله اللهم بارك حولي مليح تبارك الله الاخوان دائما اللهم بارك سل عليهم تبارك الله كاين اللي مليح الاخوان كاليتي تبارك الله وهذه النعجه راس سوق النعجه اللهم بارك. السلام عليكم الاخوان ونهاركم مبروك وتحيه لكم وتحيه جميع المغاربه خارج الوطن وداخل الوطن. اليوم كنت توجه الاخوان في الاربعاء تقريبا صالح بتاريخ 2023 شهر 12 الاخوان في 13 اللهم بارك والله يرحمنا والله يدير الشيء للخير بزاف تيامن الاخوان صراحه اللي هي فضيحه الاخوان والله فضيحه في السوق اليوم الاخوان تيامن خيالي الاخوان الله مبارك وجد عليه بزاف العوامل الاخوان راكم عارفين الاخوان تليفونات مع اكثر 12 تليفون اللي كتصور الله يرحمنا وصراحه الاخوان بارطاجوا الفيديو باش توصل هذه المعلومه خاصها توصل للانسان بزاف والله بزاف صراحه الاخوان بزاف اللي هو شي فايد القياس والله يرحمنا وما تشعون معنا في لايك الفيديو شي مشاركه مع الاخوان ديالكم وشي حاجه كديروا الاخوان راه خير منكم اي حاجه كديروا راه خير منكم الاخوان تبارك الله اللهم بارك شو الاخوان على بركه الله عارفوا الاثمان ديال السوق تبارك الله الثمن كاين بزاف والمليح راه كاين صراحه المليح راه كاين الاخوان تبارك الله الاخوان دائما اللهم بارك الاخوان المليح والكاليتي ديال الاغلمه الاخوان صراحه كاين المليح وفي قائمه صالح الاخوان معروفه بالمليح ديالها وبالتبسم اللهم بارك سي كمال كي داير لاباس عليك هاني والمليح اخويا كمال والحمد لله اللهم بارك تبارك الله خاصها الشق المليح اي تبارك الله اللهم بارك المليح حك شحال كان مراس اخوك كامل هنا 19 راس الاخوان تبارك الله كامله مليحه تبارك الله راه عندها التوب والقرن ديالها زين تبارك الله التوب والقرن كامل عاد تبارك الله زين اللهم بارك تبارك الله شحال خلص اخو 71 عطاني 500 راس 71 الاخوه المشرى عطاو 500 في الراس بحال 3550 المشرى ديالها وعطينا 500 في الراس اخوان اللهم بارك تبارك الله سلعه كالي تبارك الله اللهم بارك المليحه السلعه الاخوان تبارك الله واللي بغاها الاخوان عنده النمره ديالو اللي بغاها مرحبا الثمن كاينين اخوان السلعه كاينه تبارك الله اللهم بارك كما كتشوفوا الكاليتي ديال الاغلام اللهم بارك تبارك الله تبارك الله صراحه اغلى مليحه واغلى من التيل سي كمال النمره ديالك اخويا النمره اللي بغيتي 06 23 78 69 57 عاود معايا بشويه باش الناس واخا 06 23 78 78 69 57 57 الاخوه اللي بغا السلعه هذه تبارك الله اغلى مليحه اغلى كاليتي تبارك الله الناس شارت باش ما تبعش الله يسهل اللي جاب الخير يكون ان شاء الله تبارك الله تبارك الله الاخوان اللهم بارك الاخوان اللهم بارك تبارك الله المليحه الاخوان صراحه الكاليتي ديال الاغلم ولكن الاخوان راه الثمن اللي بزاف كدا خمس كدا راس فيا صحيح لاباس عليك تبارك الله اليوم راه كاين المليح تبارك الله كاين المليح تبارك الله ولكن شلا ثمن ثمن بزاف اللهم بارك المليح في العام مليحه والمليح بحقه تبارك الله اللهم بارك شحال عاطينك هنا شحال كتقول 70 تبارك الله اللهم بارك 70 الاخوان اللي عاطين اللهم بارك تبارك الله غلم مليحه تبارك الله 70 3500 الاخوان تبارك الله بدريه يطلع وجري شحال من راس كاينه هنا؟ كاينه 22 تبارك الله 22 الاخوان 70 الاخوان اللهم بارك اللي عاطينه 3500 تبارك الله غلم مليحه الاخوان صراحه كاين المليح والثمن الاخوان راه كاين تبارك الله البدري الاصلي اللي غلم اللي كتطلع اللهم بارك تبارك الله كاليتي ديال الغنم تبارك الله غنم مليحه غنم في قبيل صح كنعرفوها الاخوان كلها بالمليح تبارك الله وبالزين ديالها اللهم بارك والثمن الاخوان راه كاين الثمن اللي هو بزاف صراحه تبارك الله اللهم بارك تبارك الله اللهم بارك الاخوان كاين المليح والله يدير الشتا ولد الخير اش نطلبوا له يدير الشتا ولد الخير ود الحاج بتقول لنا النمر ديالك راه دوا معنا السيد ديالنا 06 36 99 47 22 مرحبا شحال كاين من راس هنا؟ 22 تبارك الله 22 سير الله يسهل عليك تبارك الله كيفاش يا ابن الحاج؟ المليح اللي تعذرني اوه كاين المليح ما ندويوش تبارك الله اللهم بارك السلعة تبارك الله هذا من عندي سير الله يسر لك الله يجيبك سير تبارك الله تبارك الله يا اخوان اللهم بارك وحس السلعه تبارك الله كاين المليح يا اخوان صراحه انا المليح راه كيقهرني اخوان قلت يا مان اخوان السوق راه كاين تمام اللهم بارك تبارك الله شحال الخير يا الريس 66 66 تبارك الله هذه زوينه تبارك الله اللهم بارك 66 3300 تبارك الله غلى مليحه صراحه الاخوان ضروا من جهه اخرى تبارك الله كاين المليح الاخوان 66 3300 هذه زوينه بالنسبه للثمن هذه زوينه اللهم بارك تبارك الله تبارك الله كاين المليح الاخوان والثمن قهر الناس وصراحه بلا ما ندوي بزاف الحوايج كاين كيساهموا في الثمن هذا
لا ما ندوبك كثر التليفونات بزاف وزيد عليها انت الحريه الصو ما ندوبش. هذا هو فيها 66 تخرجها ب 65 تبارك الله. كيفاش قلت لي يا الريس؟ شحال المشري ديالك قلت لي؟ 65 65 عطاوك 1000 ريال الراس تبارك الله اللهم بارك. شحال الراس كاين هذه هنا؟ 10 10 تبارك الله. لا لا مليحه تبارك الله. حتى الثمن زوينه على السوق في راسك؟ لا عيب لا والو اللهم بارك تبارك الله الله يبارك تبارك الله. وكما عارف ديما عاجبني بعدا كتموت على المليح تبارك الله اللهم بارك. واش السر؟ الله يسر الله يسر كما تبارك الله. راه كاين المليح زينه تبارك الله. التمارة زينه ثوما حنينه تبارك الله على حساب السوق ديال اليوم راه ثوما حنينه تبارك الله الاخوان اللهم بارك. سير اخويا شبان لك خايف هذا المليح ورا المليح تبارك الله. اخويا راه السوم كاين السوق اليوم هضرت السوم والله اللهم بارك تبارك الله. سي عبد الحق سي سميتو تبارك الله. نور الدين خويا تبارك الله. شحال كيقولنا؟ 64 اخوان تبارك الله 42 اخوان 64 اللهم بارك تبارك الله. كاليتي ديال الغنم تبارك الله اللهم بارك. المليح كاين الاخوان صراحه في السوق والكره الثمن اخوان اللهم بارك تبارك الله. كاين المليح ما ندوش العداوي على راسي الاخوان 64 3200 درهم تبارك الله. شحال من راس قلت يا خويا؟ 42 تبارك الله اللهم بارك. قول لي اش بان لك اخويا في السوق؟ كاين الغلا اليوم ديك السيمانه اخويا كان شويه السومه كانت حنينه كانت هابطه صح كان 200 درهم عليها زيد واحد 300 درهم زيد زين مزيوده تبارك الله. وراه بلا ما ندوي راه باينه عارف الشمس صافاش ضروري والله يدير شي ولد الخير اش نضرب الله يكبر بك الله ينورك تبارك الله. سلعه مليحه الاخوان اللهم بارك تبارك الله كامله والسلعه اللي طلع ليل ونهار الغلا ملي طلع ليل ونهار والكرت مليحه هذه غلا بدريه تبارك الله غلا بدريه اللهم بارك. الله يسر الجميع وكنشكرك اخويا الله يكبر بك الله يعاونك تبارك الله تبارك الله الاخوان اللهم بارك. شي حاجه راس السوق الاخوان تبارك الله اللهم بارك. حاولي مليح تبارك الله اللهم بارك تبارك الله. راس السوق ديال اليوم الاخوان تبارك الله اللهم بارك. خي مصطفى ادير السن بعد هذاك فر الناس تشوفوا رباعي الاخوان اللهم بارك. شحال الخير سي مصطفى؟ 7000 درهم اليوم 7000 درهم الاخوان تبارك الله اللهم بارك. 140000 الاخوان تبارك الله. حولي مليح الاخوان تبارك الله من حيث العرض ديال الحولي لا من القرن تبارك الله. الفولات تبارك الله فروقات الاخوان والثلاث تبارك الله. السر راه مزيان رباعي راه مزيان تبارك الله الحمد لله. حاجه شي حاجه كاليتي الاخوان ما ندوش عليها داوي سلعه داوي على راس اخويا مصطفى ما ندوش حنا تبارك الله اللهم بارك. حولي مليح تبارك الحولي دوزتهم هذو اللهم بارك تبارك الله. تا الحولي يا اخوان اللي بغاها مرة مرحبا راه غيدير النمر ديالو راه دوزتهم اللي بغاها مرحبا تبارك الله. بعدا نمليها سي مصطفى راس السوق ديال اليوم سي مصطفى تبارك الله. اش بان لك اولاد الحاج فيك خير؟ مليح تبارك الله. ها؟ خير يلاه يبارك تبارك الله الله يبارك تبارك الله. سي مصطفى ومن على السوق كيداير اليوم؟ السوق راه شويه السلعه كاينه والثمن راه كاين. الثمن كاين تبارك الله الله يبارك. بغيتي شي حاجه نقيه ضروري خاطر تبع الثمن. اي قول يا خويا مصطفى النمره ديالك اللي كبرت 77 41 120 45 الله يستر تبارك الله. الاخوه اللي بغى الخير هذا راه مليح تبارك الله. اللي بغى النعاج اللي بغى يصل تبارك الله. طلع العرض ديال الحولي قداش اللهم بارك تبارك الله. وتبارك الله الرويد اللي خلاها عمي الرويد اللهم بارك. العرض ديال الحولي تبارك الله القرن تبارك الله زين حتى في السن ديالو تبارك الله راه زين. واللي بغاه مرحبا راه السيد خلى النمر ديالو. والله يسر الجميع وكنشكركم. ما تنساش الاخوان تعاونوا معنا يوصلوا لهنا تعاونوا معنا شي لايك الفيديو شي مشاركه مع الاخوان ديالكم تبارك الله الاخوان. دائما اللهم بارك. السلعه اليوم تبارك الله كاين اللي مليحه الاخوان كاليتي تبارك الله. وهذه النعجه راه سوق ديال النعجه اللهم بارك تبارك الله. اللي مليحه الاخوان والكاليتي لا من حيث النعجه لا من حيث الاولاد تبارك الله اللهم بارك. الاولاد تبارك الله راهم زينين وملاح والنعجه تبارك الله هي نعجه مليحه وشي حاجه سوبر الاخوان اللهم بارك. كما كتشوفوا كاليتي تبارك الله كما كنعرفوا عليه الاخوان راه زعيم مليح وكنبين لنا مليح تبارك الله اللهم بارك. بقوا معايا الاخوان كنعرفوا هذا الخير هذا نسولوا على الثمن واجير في السن تبارك الله. بالحاج كي داير؟ لاباس عليك؟ هاني اخويا الله يكبر بك. شحال الخير الله يكبر بك؟ خويا 5816 116 5800 جيره بالنسبه للسن السن اخويا كاين رباعيات كاين ستاتيات ثلاثه اللي جامعات ثلاثه جامعات وشي الاخر رباعيات ثلاثيات تبارك الله. والولاد اش دايره؟ الولاد سبعه الكره وثلاثه الحوليات سبعه الكره وثلاثه الحوليات تبارك الله الاخوان. ها انتم الولاد الولاد تبارك الله كي دايرين اللهم بارك. الولاد زينين تبارك الله الاخوان تبارك الله. وكان النعجه تبارك الله راه مليحه الاخوان الله يبارك. نعجه مليحه نعجه واقفه الاخوان تبارك الله. ضرب لي اللهم بارك. شوف هذا الدرع تبارك الله كبير الاخوان
اللهم بارك. المليح الاخوان صراحه وصالحين وليدات تبارك الله زينين. ندير نمره السي اللي بغاو مره مرحبا تبارك الله اللهم بارك. الوليدات كي دايرين؟ اللهم بارك. كيدايره الرئيس؟ هاتم الوليدات تبارك الله. الزريعه كثيره. الزريعه اللهم بارك تبارك الله. الوليدات. الوليدات تبارك الله. لا ما شوف شوف السي العدوي على راسه. باش كملنا اختصار ديال الكلام سي العدوي على راسه. عطرات النعجات مغيزه. قول لي النمر ديالك اخويا. سير الله يسر. 06-67-06-67-45 45 98-97-98 57 الله يسر. الله يسر تبارك الله. اللي بغاهم الاخوان يتصل بالسيد راس العمليه تبارك الله والسي العلي اللي عاجبه راسه. السور والريقل. الله يبارك تبارك الله. الله يسر لكم. بارك الله يا اخويا اللهم بارك. واحد السلعه سي مصطفى كي داير؟ لاباس عليك؟ هاني يا اخويا الله يكبر فيك. شحال سي مصطفى شحال؟ 2000 درهم. 2000 درهم تبارك الله. تبعت منهم 11 جيجا. تبع ليه تبع ليه مصطفى تبع ليه؟ تبارك الله. كيف قلت لي يا اخو مصطفى؟ كان استحيت منهم وحده ما عجبتنيش. بعتيها؟ الله يسهل. تبارك الله. اللهم بارك. سير اخي مصطفى. الله يحفظك الدسيس. هادو خمسه بقاو هنا. كاين واحد بحال مليح. سير ندوزو سوا ان شاء الله. سير الله يكبر فيك تبارك الله. تبارك الله. سير جماعه جماعه. ابشر واش متبعش متبعش؟ تبارك الله. 2000 درهم ياك؟ 2000 درهم. 2000 درهم الاخوان باش المشروع ديال هذا الخير هذا. تبارك الله. باع منهم وحده قال لك صغيره حيد تبارك الله ما عجبتوش قال لك حيدها. هذو مصطفى شاريهم للكليان ولا حسب الصوت؟ حسب الصوت. حسب الصوت. تبغى شي حاجه مرة. الله يكبر لك تبارك الله. اللهم بارك. حاولي صراحه المليح كاين تبارك الله. حاولي فين فين هو؟ تبارك الله. هذا ندوزو بوحدو هذا. تبارك الله اللهم بارك. كاين مليح تبارك الله. مرحبا ندوز ديريك ندورو ديزك ديريك ورا خويا سير على الله. الله يبارك بنية. شحال الخيرة؟ هذه 3000 درهم اللي كنطلب لك. شحال اللي عطيك الصو؟ اللي مشى مرك الصو؟ عطيني اخويا 54 و400. 54 و400 تبارك الله. الله يسلمك. كاين درارة. درارة؟ تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك. هذوك ديالك ثم ملي؟ هذوك شحال ثم؟ 42000 تبارك الله. 42000 الاخوان 2100 درهم تبارك الله. كاين السومو كاين المليح تبارك الله اللهم بارك. ما نطولوش دير النمر ديالك. خلي النمر ديالك 06 21 95 92 الله يستر تبارك الله.